نعم، شكرا سي البشيري. بخصوص واقعة طفل سناء وردة الفعل المجتمع المغربي والمجتمع الحقوقي والمجتمع المدني حول الحكم الصادر في حق الجنات، الوحوش، أنا تشوفهم وحوش إنسانية، في حق الطفولة، في حق طفلة ما تتعداش 11 سنة واللي نتج عليها فقد البكارة، بل نتج عليها حمل ونتج عليها ولادة طفل اللي العمر ديالو الان يناهز حوالي سنه على حسب ما فهمت من تصريح الاب ديالها. اش غادي نقول لك سي البشيري، فعلا هذه الواقعه تحز في النفس، ودائما دائما بين الفينه والاخرى تطلع لي هذه الوقائع ديال اغتصاب الطفوله، ديال اغتصاب الاطفال بهذا الشكل الهمجي كنزيلة الحال. وللأسف هذه الأحكام المخففة اللي تتصدر ضد الجنات هي اللي تتخلي هذه الجرائم وهذه الأنواع من الاغتصابات تتكرر بين الفينة والأخرى. الحكم صراحة جاء زعما قد زعما انا تنشوف وانا بينه وبين البراءة ما كاينش كثير، لان تتلقى جناية ديال الاغتصاب جماعي او هيتك عرض حسب ما جاء في الحكم الصادر، للعقوبة ديالها تتوصل الى 30 سنة، تلقاوها انها تتنزل يعني من 5 سنوات الى 30 سنة، تلقاو ان الحكم تنزل على الحد الأدنى لهذه العقوبة المقررة بدواعي تمتيح هذاك الجناح بظروف التخفيف. إلا متعتوا هذه الجنات بهذه ظروف التخفيف اللي هي يعني تمتيح أكثر من اللازم واللي ينزل على العقوبة المقررة، اش غادي فين هو الحق ديال هذه الطفلة؟ فين هي الحياة ديال هذه الطفلة؟ حياة الطفلة تقريبا نقدروا نعتبروها مشات، نعتبروها ضاعت، لأن الطفلة حياتها كلها هي عندها 11 عام، يعني تصور انها تعيش مثلا ما عرفناش تعيش مسار حياتها كامل، ديما غادي تعيش وهي حامله هذاك الوسمة العار، حامله هذاك الطفل معاها، رضيع اللي حتى هي طفله وهو طفل، ما عرفش كيفاش غادي تعيلو، كيفاش غادي يكون المصير ديالو. وسمة عار تحس بها اكثر، لان هذاك الجونات هذاك 18 شهر يعني سجن او حبس نافذه او سجن نافذه، نورمالمون هي راها سجن نافذه لان العقوبه هي عقوبه جنائيه، لكن العقوبه في النص جنائيه لكن في الواقع فهي عقوبه جنحيه للاسف. انا اللي سمعت ان واحد اغتصب يعني جميع ظروف التشديد كاينه في الجريمه، طفله قاصر، اغتصاب، اختطاف، تناوب، عصابه، تكوين عصابه اجراميه، والمساهمه والمشاركه في هذا الفعل الجرمي، غادي نسمع ان هذا الاعتداء مقابل ديالو ده 18 شهر نافذه. انا مع راسي انا كشخص عادي كمواطنه عاديه نقول واذا هذه راه كانت تكذب هذيك البنت، اذا راه ما تغتصبتش او انها ما كاينش هذيك الوقائع او انها اكيد ما كاينش خطوره في هذا الواقع. يعني اي مواطن غادي تجي يقولوا له هاد السيده تغتصبت بهذه الطريقه وتحكم عليها، غادي يعطيني انا واحد اللبس ويعطيني واحد التشكك في هذيك الجريمه واش وقعت ولا لا. حيت العادي العادي جدا ان طفله تغتصبت بهذه الطريقه الاجراميه الوحشيه غادي نطبقوا اقصى العقوبه. علاش هو غادي علاش الجنات يتمتعوا بظروف التشديد ظروف التخفيف وهي ما تعطلهاش حقها بانها الجنات يتمتعوا في الجريمه اللي ارتكبت ضدها بظروف التشديد؟ علاش هنا ظروف تشديد واضحه وكاينه، كاينه حداثه السن او السيده طفله، طفله البنت طفله لا زال الطفله 11 سنه، كاين التغرير، ربما كاين تهديد، وكاين حتى الاختطاف، لان هنا راه العقوبه ديال 471 تتهضر على الاختطاف. سولتيني السي البشيري على التكييف القانوني. الحكم القضائي أدان الجنات بجريمة التغرير بقاصر بالعنف وهتك العرض الناتج عنه افتضاد وفق مقتضيات المادة 471 485 488. جميع ظروف التشديد متوفرة في نازلة الحال. إلى رجعنا 471 تهدر على من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر، هذا ظرف من ظروف التشديد. ملي ترجعوا 485 اللي هو متابع به الجنات، تهدر لك يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكر كان أو أنثى، وهذه العقوبة تتضاعف من 10 إلى 20 سنة إذا كان هتك العرض في حق طفل.
والعقوبات تزيد ضعف وفق مقتضيات المادة 488 اللي حتى هما تابعت بها المحكمة الابتدائية الجونات، اللي هذه العقوبة تضاعف من 20 إلى 30 سنة في حالة إلا كان افتضاد البكارة. إذا جميع ظروف التشديد متوفرة في نزيلة الحال. العقوبة المقررة في هذه النزيلة تتمتد من 5 سنوات مع ظروف تشديد ديال الطفل وديال افتضاد البكارة إلى 30 سنة. فكيف يعقل أن العقوبة اللي توصل حتى 30 سنة أن هاد الجنات يتمتعوا بجميع أنواع ظروف التشديد وتنزل العقوبة؟ بالعكس، يعني ما بقاتش غير يعني المحكمة الابتدائية ما احترمش حتى النص القانوني، أنها نزلت على العقوبة المقررة إلى أقل من 5 سنوات إلى 2 سنين، وفيها جزء من الأشهر اللي هي موقوفة التنفيذ. فهنا أكيد هذه علامة استفهام كبيرة، وتطرح واحد علامة استفهام كبيرة أولا. وكانت فرصة، هاد الحالة ديال سناء هي فرصة للحقوقيين، للجمعيات المجتمع المدني، أنهم يدقوا ناقوس الخطر اللي ديما المجتمع المدني ديما انه يترافع من اجل الطفوله وحمايه الطفوله، وهذا كلامنا ديما تنخرجوا في وقفات وديما نخرجوا في قضايا مماثله، لكن للاسف ما تلقاوش اذان صاغيه، وخاصه ما تتلقاك بحال هذه الاحكام، وهذه الاحكام اللي فيها تشجيع على هذا النوع من الاغتصاب والنوع من الجرائم في حق الاطفال. فهذه فرصه ان من اجل الترافع والترافع القوي من اجل تجويد الترسانه القانونيه. والاكثر من ذلك، انا كما تنقول ان حتى النص القانوني عندنا عقوبه مشدده في هذا النوع، لكن مطبق القانون، انا تلقى المشكل هو في مطبق القانون. جميع الشركاء في تطبيق هذا النص القانوني خص يكون إعادة النظر بعد في التكوين ديالهم، إعادة النظر في التخصص في مثل هذه الجرائم. للأسف حنا عندنا في الترسانة القضائية ديالنا كاملة ما عندناش تخصص، لا السادة القضاة ولا الشركاء، لا الضابطة القضائية ولا السادة المحامون ولا قضاة التحقيق، ما عندناش تخصص. يقدر يكون القاضي في المادة الاجتماعية ولا في المادة المدنية ولا في المادة التجارية بين عشية وضحاها، نقدروا نمشيو نلقاوه في غرفة الجنايات أو نلقاوه في المادة الجنحية ولا الجنائية، والعكس صحيح. وبالتالي التخصص مفيد ومهم جدا في هذه الحالات هذه، خاصة ملي تكون هاد القضايا اللي تتعنى بالطفولة، واللي هي مسألة حقوقية، واللي أن المغرب يعني صادق على معاهدات دولية عديدة اللي تتعنى بالطفولة وأكدها في الدستور ديالو. وبالتالي خص هاد الانعكاس أو الانفتاح المغرب على الاتفاقية الدولية اللي تتعنى بالطفولة واللي تتعنى هذيك القضاء على جميع أنواع ده التمييز، خاصة أنها تبان في الأحكام ديالنا، خاصة أن المطبقين يكون متشبعين بهذا الجانب الحقوقي وبهذا الجانب الإنساني في الأحكام ديالهم. للأسف تلقاو التشريع المغربي في واد والتطبيق دياله في واد، ونازلة الحال فهي خير مثال على هذه المسألة هذه. أستاذة كريمة، كيف ما كتعرفوا وكيف ما كيعرف هي المتتبع ديال هذه القضية هذه ديال الطفل ذات 11 سنة، علاش بدات المحكمة بالضبط؟ حنا لا نشك في القضاء، قدر ما أننا الرأي العام تيتساءل علاش بدات المحكمة؟ واش هناك مطارات قانونية اللي سلكها مثلا اللي سلكتها المسطرة باش تحكموا هاد الناس بهذه العقوبة هذه؟ لأن كنشوف حتى في أحكام ملفات ديال الفساد اللي دي كتكون مثلا جنحة تيكون أكثر من هاد الأحكام هذه اللي كانت في لا عندك الحق الجنحة. يا راه، ولكن واحد القضية أولى بناء على المحاضر ديال الضابطة القضائية. ممكن انا ما مطلعش على الملف، لكن قريت انا الحيثيات، انا راه قريت الحيثيات ديال الحكم واللي فيه خلاصة ديال الوقائع، وفيه حتى السند القانوني اللي اعتمدته المحكمة الابتدائية في اصدار هذا القانون. راه تتلقى يعني راه تتقول لك يعني في الاحكام كان عندي الحكم، راه عندي دونك لا في تعليل الحكم راه تيقول لك القاضي او المحكمه الابتدائيه في التعليل ديالها تتقول لك انها تابوت سميتو عليه الطفل قاصر والافتضاد البكاره، والاكثر من ذلك كاينه خبره جينيه، والخبره الجينيه تتاكد البنوه ديال هذاك الطفل احد المعتادين، يعني ان واقعه الاغتصاب كاينه ثابته، واقعه هسك العرض حسب ما جاء في الحكم فهي كاينه جاي واضحه، حتى ظروف التشديد واضحه. انا كما قلت الثغره اكثر ما هي قانونيه، الثغره في مطبق هذاك النص القانوني. المطبق نص قانوني انا تلقى يعني يتحمل مسؤوليه كبيره، لان شكون اللي نزل على والنص قانوني تعطيك من 50 حتى 30 سنه وتجي في التطبيق ديالو وتنزل تمشي من جنايه وتعطي عقوبه جنحيه،
هذه هنا فين انا، هنا تلقى انا مربط الخلل او مربط الفرس او الخلل فين كاين، هو في تطبيق هذاك النص القانوني. اضف الى ذلك توحيد النصوص القانونيه، فانا تنجيو تلقاو هذه الفصول ديال سواء 485 ولا 486 488، تنهضروا على الاغتصاب، على هيسك العرض، وهذا هيسك العرض والاغتصاب راه بين هيسك العرض شهره، لكن تلقاو يعني في واحد اللبس ملي تهضر على هيسك العرض، رغم انه ما كاينش كيما قلت ما كاينش نص قانوني تعطي تعريف ديال هيسك العرض، لكن ملي تنقول هيسك العرض بحال نخفف الجرم، يعني تنقصو من الوطأة ديال الجريمة. والاغتصاب يعني انا بالنسبة ليا مجرد ما اني لامس جسد شخص اخر بدون رضاه، ونلامس غير المنطقة الحساسة ولا الحميمية ديالو كيف فيما كانت، بالنسبة لي هذاك راه اغتصاب بغض النظر. احنا الاغتصاب تجي هي اغتصاب، هو مواقعة رجل المرأة دون رضاها، وعاد تجي هذيك الاغتصاب هي ديك العلاقة الجنسية الكاملة، في حين ان هذا التعريف يعني الفقهي والقضائي، في حين ان هذيك العبد ما تتبصرش هذيك العلاقة الجنسية. احنا علاش ندخلوا، علاش عندنا نصوص قانونية اللي تتخلق في المتلقي هذاك اللبس؟ واقعة انسان اعتاد على الاخر وعلى الجسد ديالو راه اغتصاب، انتهى الامر. اما ملي تنبقاو نعطيو مبررات كاين اغتصاب، علاقه جنسيه كامله غير كامله، فهنا حتى النصوص القانونيه خصها واحد التوحيد واعاده النظر باش نحسموا، ما نبقاوش نلقاو هذيك الثغرات اللي سولتيني عليها السي البشيري. ما يكونش عندنا اليه من اليات ديال اننا نستغلوا الثغرات القانونيه من اجل تبرير احكام مخففه كنزيله الحال. احنا انا كأم غادي نجاوبك كأم، لأن أنا كقانونية كمحامية، أنا هاد الملفات عندنا رائجة بزاف للأسف وتنصادفوها، وأنا سبق ليا وقلت السي سمير عندنا حالات ديال الطفل اللي عنده 7 سنوات اللي تم الاغتصاب ديالو أو هزك العرض حسب ما يعني يتم تكييفه، ولكن أنه تم الحكم على المجني بالبراءة، رغم أن الطفل يعني ذو 7 سنوات كان مصر على أقواله بالتفصيل أمام الضابطة القضائية، أمام قاضي التحقيق، أمام المحكمة بكل تفاصيلها، إلا أنه انعدام الأدلة للأسف. فهاد الملفات تلقاو هذاك المشكل ديال انعدام الأدلة، مع العلم أن الاغتصاب أو جميع الاعتداءات الجنسية دائما تكون في فضاءات مغلقة. كيف تلقيت أنا كأم طبيعة الحال؟ أنا دابا احنا كأمهات في المجتمع نخافوا على بناتنا، نخافوا على بناتنا من جيراننا، نخافوا على بناتنا، نقدروا نخافوا عليهم في ديورنا كاع على هذا الحساب هذا، لأن تلقى هذا راه قال لك جارو أو جيرانهم ومعاشرنهم ديما. فإلا خفنا على جيراننا وخفنا من المدرسة وخفنا من فين، هو الأمن النفسي فين؟ هو الأمن ديال هذاك الابن؟ كيفاش هذاك الابن غادي يساير القراية ديالو ويكبر بدون عقاد، وينتج لنا مستقبلا واحد جيل آخر بدون عقاد، وهو دائما يتعرض للتحرش وجميع الفضاءات، سواء يعني ملي تخرج من داره هو تعاني الأطفال. ما نهضروش على النساء يعني الرشيدين، هذاك مسألة أخرى. نتوما كجمعية حقوق الضحايا واش غادي تبناو هذا الملف؟ أكيد 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 أكيد، حنا عندنا حالات مماثلة جدا كما قلت لك سي سمير، وتنترافعوا فيها وتنتمناوها وتلقاو فعلا يعني هاد النماذج ديال هاد الأحكام. أنا قلت لك عندنا حالة اللي تحكمت ببراءة، يعني خلقتنا حنا كأعضاء في الجمعية واحد الصدمة كبيرة، حنا تأثرنا نفسيا بغض النظر على والديهم، كيفاش أن معطيات ديال الملف يعني كانت واضحة أمام المحكمة ويتحكم على جانب البراءة. احنا ديما تنعيشوا هاد الصدمات يعني ديما، واكيد غادي نتبناوها، واكيد يعني كباقي الجمعيات اللي خدات موقف حاسم، وربما كاين جمعيات اللي غادي تخرج في وقفة، فان شاء الله اكيد احنا جمعية مغربية تأسست لهذا الهدف وللدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية بشكل خاص، وما يمكننا الا ندافعوا على، وخاصة من يكون طفل، من يكون طفل. يعني انا تنتصور شنو هي المتعه الجنسيه ديال هاد الجينات في الطفل، هاد السيد اللي اغتصب او اللي تبت البنوه ديالو عنده الابناء، راه ملي كان يغتصب هذيك الطفله ده 11 سنه، واش ما بانش ليه راك بحال بنته؟ ما بانش ليه هذيك راها بنته؟ زعما شنو هي هاد المتعه الجنسيه اللي ممكن يلقى شخص في الطفله ديال 11 عام؟ انا ما زعما تنسال ديما هاد السؤال ملي تلقى نوع الجرائم، شنو هي المتعه اللي ممكن ان يحس بها الاشخاص تجاه الاطفال؟
للأسف للأسف أصبحنا نشوف مجتمع يعاني أخلاقيا وانهارت القيم للأسف الشديد. إلا بقى القضاء أو لا بقت الأحكام القضائية بهذا الشكل مخففة جدا، فما غادي نلقاو إلا هذه النتائج. واحد الوقت غادي نوليو حنا مطبعين مع هذا النوع من الجرائم وغادي نعتبروها عادية جدا. ربما هذا السؤال أستاذة كريمة، أين هي المتعة الجنسية التي يحس بها الشخص هذا؟ ربما أن الناس اللي يصدروا هذا الحكم هذا كانوا هم يطرحوا هذا التساؤل هذا ويحكموا ما هو نصائب وما هو قانوني. وللأسف للأسف هادشي تنقول لك السي البشيري، خص تكوين حقوقي، خص تكوين في هذا الميدان. انا سيرت خاصة القضايا ديال الاحداث، القضايا القاصرين خص يكون فيها تكوين قانوني مهم في جميع الشركاء اللي عندهم علاقة بهذه القضايا هذه. انا قلت لك انطلاقا من الشرطة القضائية، مرورا بالمساعدين الاجتماعيين، كذلك مرورا بالسادة قضاة التحقيق، النيابة العامة، وكذلك خاص تخصص في هذا النوع من القضايا، لان انك تتعامل مع الطفل وكيفاش انك تسمع ليه وكيفاش انك تسمع ليه وما تزيدش من الجراح ديالو. وللاسف راه عندنا واحد الحالات اللي الطفل او قاصر، نقول له كاع قاصر يعني فات هذا العمر ديال 11 سنه، كيف هذه النازله راه كيفاش تتعامل معاه، كيفاش انك ما تزيدش الجرح النفسي ديالو، راه ماشي سهله. للاسف حنا تلقاو ان عندنا ابتسام للضحايا امام كما قلت امام الشرطه القضائيه، الضابطه القضائيه، وامام راه تنحسوك بحال لان هذوك الضحايا متهمين في القضايا ديال الاعتداءات الجنسيه، تنحسوا بان الضحيه جايه ضحيه وفائد بها تلقى راسها انها راها متهمه، لان حتى الطريقه ديال استجوابها، طريقه الاداء ديالها تيتم استجوابها نفس الشكل كيف تيستجوبوا المتهم. واحيانا اقصح يعني احيانا اصعب طريقه تكون فيها عنف اكبر. كيفاش غادي نوصفوا هذه الطفله اللي هي الطفله الام؟ الانصاف ديالها حتى شي حاجه ما غادي تعوض هذاك الجرم اللي غادي تعيش معاه حياتها كامله. قال لي ياسين سمير بان كاين محسنين اللي تطوعوا واللي انهم واقفين معها ماديا وانهم ربما تيحاولوا يدمجوها في الفضاء المدرسي ديالها، لكن ديما هذيك البنيه غادي تبقى هازه هذاك العار، وخاصه معها طفل، هذاك الطفل ديما غادي يذكرها بهذيك الواقعه ديال الاغتصاب. حتى شي حاجه ما غادي تعوض الا ان هاد الجنات ياخذوا الجزاء ديالهم اللي هو قانوني. حنا ما تنطلبوش من المحكمه تعطي ما هو قانوني، مع العلم انا تنتمنى في التعديل المرتقب لقانون المسطره الجنائيه او القانون الجنائي انه يتم التشديد في هذه العقوبات، ولما لا توصل لدرجه الاعدام، لان راه هاد الناس قتلوا هاد الطفله، راه ماشي العقوبه ديالها يعني المعاناه اللي غادي تعاني ما غاديش توقف عند هاد الحد هذا، غتبقى معاها حياتها كلها، وبالتالي خصهم يتعدموا هاد النوع هذا، خصهم اشد العقوبه انها تطبق اليوم. مازال ان السجن انا بالنسبه لي غير كافي ملي تكون طفله. أستاذة كريمة، كسؤال أخير، السيد وزير العدل دخل على خط القضية هذه، هل من أمل في المرحلة السينية؟ اولا احنا تنعرفوا ان القضاء ديالنا القضاء المغربي قضاء مستقل، ومفروض ان القاضي لا يتاثر يعني يحكم بوجدانه ويحكم بالاليه القانونيه اللي عنده، وطبيعه الحال بالاستقرار الوجداني ديالو اللي اكيد تيكون تيسير الطبيعه الانسانيه، واكيد لان القاضي اولا واخيرا هو انسان، وبالتالي ما يمكن له الا انه يسير الوجدان ديالو، يسير كذلك يعني طبيعة الحال بناء على المعطيات اللي عنده. ثقتنا كبيرة في القضاء المغربي، ثقتنا كبيرة في المرحلة الاستئنافية أن ترجع الأمور إلى مجراها، وأن هاد الجنات ياخذوا العقوبة اللي تستحقوا طبيعة الحال انعكاسا لخطورة الجرم. وثقتنا في القضاء الحمد لله كبيرة جدا، وإن شاء الله ما يكون غير الخير بإذن الله، وأكيد أن المحكمة الاستئنافية غادي يكون لها رأي آخر بإذن الله. شكرا أستاذة كريمة، سلامة.